بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقات المتواصلة مع التحدي والمنافسة بأشواط الأصايل وأشواط التراث في هذا المهرجان الكبير. نتابع هذه المنافسة بانطلاقة الشوط السادس لفئة الزمول الإنتاج، ينطلق مع هذه الأسماء والشعارات المنتجة المتواجدة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. 8 كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء المميزة الباحثة عن الناموس وعن الانتصار. هناك سيارة رصدت لصاحب المركز الأول، تنتظر إحدى هذه الأسماء التي تنطلق في هذا المسار وبهذا التحدي الجميل. نتابع المنافسة ونتابع مجريات هذا الشوط، بينما المقدمة هناك أول المراكز يتواجد الذيب عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك، يتواجد منطلق مع البداية، يتواجد في صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني أتابع الأسماء القادمة والمتواجدة، يتواجد الذيب لعبد العزيز بن محمد بن بخيت آل بحيح المري، مشاركا في هذه المنافسة المميزة منطلقا مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع الشعارات المتواجدة والمتنافسة في هذا التحدي، يتقدم في هذا الانطلاق على المركز الثالث، يتواجد إسعاف لحمد بن محمد بن جار الله بن ضرمان المري، ينطلق بهذه المشاركة المميزة متواجد في هذه المنافسة. بينما المركز الرابع الذي تسلل بدوره إلى المركز الثالث، شعار الزعبي، يتقدم متواجدا في هذه المنافسة والتحدي في هذا الانطلاق الجميل مع هذه الأسماء. يتواجد مبلش لخالد بن عبد الله بن حمد الزعبي، يتواجد مع مبلش الذي تسلل مباشرة من المركز الرابع إلى المركز الثالث في هذه التحديات المميزة مع هذه الأجواء الجميلة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع مجريات هذا الشوط ونتابع الأسماء التي تشارك في هذه المنافسة المميزة وفي هذا التحدي الجميل. نتابع المركز الخامس القادم والمشارك في هذه المنافسة الجميلة مع هذه الشعارات المنطلقة الباحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا التحدي الجميل. يتواجد مشاركا في هذه المنافسة لهب لراشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، ينطلق مشاركا في هذا التحدي، يتواجد في المرتبة الخامسة، أحد الشعارات العريقة الذي له صولات وجولات في هذا العالم الساحر في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. شعار بن حباب يتقدم مشاركا في هذه المنافسة. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى بأول نداءات مفتوحة على ما سمعكم بالوفاء والتمام مع هذه الأسماء والشعارات التي تنطلق في هذه المشاركة المميزة في هذا المهرجان المميز في هذا الكرنفال الجميل الذي تابعناه من أول أيام انطلق بهذا التحدي وتواجد به هذه الشعارات المميزة في هذا المسار وبهذا التحدي الجميل. نتابع المنافسة، نتابع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الشعارات التي تشارك وتزين أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نعود مباشرة مع البداية ومع بنوك المستقبل، زمول الانتاج الذي تنطلق وتسيطر في هذا التحدي المميز. الصدارة مباشرة مع أول المراكز من حيث يتواجد في صدارة هذا الشوط الذيب عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك، ما زال مسيطرا على الصدارة بتواجد الذيب الذي ينطلق ويحافظ على المركز الأول، يحمل الرقم 1 ويتواجد في صدارة هذا الشوط منطلق في البداية ومع التحديات الأولى. بينما مبلش على المركز الثاني يتواجد غادم بصولاته وبجولاته وبإنجازاته، يتقدم مشاركا في هذه المنافسة، يتواجد في هذا التحدي الجميل. خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي مشاركا في هذه المنافسة مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث يتواجد بن ضرمان غادم مع إسعاف الذي يحتل المرتبة الثالثة، متواجد
في عمق المنافسة حمد بن محمد بن جلال الله بن حمد بن ضرمان المري الذي يتابع هذا التحدي والانطلاق المميز مع هذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد وتنفرد في مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الرابع شعار بن كحيس يتواجد في هذه الانطلاقة الجميلة بتواجد الذيب عبد العزيز بن محمد بن بخيت بن البحيح المري يتواجد بشعار مغموته الذي مرموقه ايضا مرموقه حاصله على رمز في هذا المهرجان الكبير مع هذا الشعار شعار بن كحيز الذي يشارك ويتواجد في هذه المنافسه المميزه. نتابع الشعارات نتابع الاسماء الكبيره التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة. بينما المركز الخامس هناك لهب بن حباب يشارك في هذه المنافسة المميزة يتواجد بقيادة راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجي الذي يتابع هذا التحدي وهذا الانطلاق. بينما من غير واحتل المركز الخامس بهذه اللحظات الناموس لسعيد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري الذي تواجده بأول نداء مباشرة محتلا المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تنطلق وتسيطر على دائرة النداء والإذاعة في هذه اللقطات الجميلة التي تقدمها لنا قناة الريان الناقل الرسمي لأحداث هذا المهرجان الكبير. نتابع اللقطات المميزة التي نتابعها بهذا التحدي ومع هذه الأصايل التي تنطلق في هذه المنافسة المميزة بأشواط الزمول بأشواط الكبار في هذا المسار. نعود مع البداية ومع الصدارة مباشرة. الذيب ما زال منطلق مسيطر محافظ على زمام الأمور على الصدارة وعلى المركز الأول. يتواجد عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك منطلق مع البداية منذ انطلاقة هذا الشوط متواجدا مسيطرا مع المركز الأول منطلق في القيادة والريادة. بينما بن ضرمان ينطلق بهذا التحدي يتواجد في مسار المركز الثاني يواصل مسيرة الضغط على المقدمة لكي ينتزع ناموس هذا الشوط وينتزع المركز الأول من الذيب بتواجد إسعاف على المركز الثاني. حمد بن محمد بن جلال الله بن حمد بن ضرمان المري يشارك في هذه المنافسة المميزة. نتابع المركز الثالث. المركز الثالث يتواجد الذيب بقيادة عبد العزيز بن محمد بن بخيت بن كحيز المري يشارك في هذه المنافسة المميزة. ينطلق في مسار هذا الشوط مبلش على المركز الرابع. مبلش يتواجد مشارك في هذا التحدي المميز بشعار خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي الذي يتواجد في هذه المنافسة ينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس تحرك الناموس بدأ يلحق في ركب المقدمة وبهذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذا المسار المميز. الناموس باحث عن الناموس وعن الانتصار بقيادة سعيد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري الذي يتواجد في هذا الانطلاق. بدأ يتسلل من موقع إلى موقع وصل مباشرة إلى موقع المركز الثاني وعينه على صدارة هذا الشوط. تسلل إلى البداية. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذا المسار وبهذه التحديات الجميلة. هناك سيارة تنتظر عند خط النهاية تنتظر هذه الأسماء المميزة التي تشارك في هذا المهرجان الكبير. الناموس مع البداية يبحث عن الناموس وعلى الانتصار مع بن سالمين الذي تسلل وانطلق مباشرة مع البداية ومع المقدمة متواجدا سعيد بن سالم بن جلال الله بن سالمين المري مع الكيلوين متر الأخيرة والخطيرة الذي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. الناموس مع البداية الذيب ما زال متواجدا متواصلا في موقع التحدي والمنافسة بقيادة عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك يتواجد مشاركا في هذه المنافسة منطلق مع المركز الثاني. بينما مبلش على المركز الثالث ويا بلشتكم من مبلش الذي يحتل المركز الثالث يتقدم مشاركا خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي يتواجد في هذا الانطلاق. بن ضرمان على المركز الرابع يتواجد مع إسعاف حمد بن محمد بن جلال الله بن حمد بن ضرمان المري. وخامسا بن كحيز يتواجد مع الذيب عبد العزيز بن محمد
بن بخيت بن كحيز المري يشارك في هذه المنافسة المميزة. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس النجوم المنطلقة في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل. نعود مع المنافسة، نعود مع تحدي هذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذا المسار المميز في هذا التحدي الجميل. عاد الذيب، عاد واستعاد الحقوق المنهوبة، عاد إلى صدارة الذيب حاملا الرقم واحد ومتواجدا في صدارة هذا الشوط. عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك يتواجد منطلق مع البداية، تسلل وعاد إلى الصدارة مباشرة. مبلش على المركز الثاني، خالد بن حمد الزعبي بن ضرمان على المركز الثالث، هناك بن سلمين على المركز الرابع. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، خامسا بن كحيل يتواجد مع الذيب. معركة الكبار في هذا المسار مع أشواط الإنتاج والمنتجين الذيب ومبلش، ولكن مبلش تسلل مبلش الزعبي إلى البداية وإلى التحدي الأول، غادم من أجل التحدي، غادم من أجل المنافسة المميزة. مبلش مع خالد بن عبد الله بن حمد الزعبي، خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي تسلل مباشرة للبداية بن ضرمان على المركز الثاني. إسعاف غادم، غادم بشعار حمد بن محمد بن جر الله بن ضرمان. المري يتواجد مشارك في هذه الانطلاق. الله الله، بدت المعركة، معركة الكبار في هذا المسار. مبلش وإسعاف الذيب، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، السيارة تنتظر. مبلش يا مبلش وإسعاف متواجد، وأيضا الذيب ثلاثية على مقدمة هذا الشوط تنتظر وتترقب مع اللحظات الأخيرة. مبلش على البداية، إسعاف على المركز الثاني، الذيب على المركز الثالث، ولكن مبلش، مبلش الزعبي، إسعاف بن ضرمان، الذيب بن عبد الملك، ولكن مبلش يقترب، يقترب من الناموس. إسعاف، مبلش، الذيب، اللحظات الأخيرة، مبلش إسعاف، مبلش وإسعاف، مبلش وإسعاف، اللحظات الأخيرة، بن ضرمان الزعبي، بن ضرمان الزعبي، ولكن مبلش ينتزع الناموس ويحقق هذا الانتصار. تهاني وناموس لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي على فوز مبلش وتحقيق الانتصار. المركز الثاني جاء إسعاف مقدما عرضا متميز. ثاني وناموس لحمد بن حمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري على فوز إسعاف في المركز الثاني. المركز الثالث وصل في المركز الثالث الذيب لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك. المركز الرابع، المركز الرابع وصل الناموس لسعيد بن سالم بن جر الله بن سالمين المري، وخامسا، خامسا الحنيش لسعيد بن علي بن هادي بن حفار المري. هكذا مشاهدي الكرام تابعتم معنا المنافسة والتحدي في أشواطنا لهذا الصباح، فكان مبلش حاضرا متوجا بهذا الانتصار وبناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي، 13 دقيقة 8 ثواني، جزئين من الثانية، تهاني وناموس على هذا الانتصار. المركز الثاني إسعاف، 13 دقيقة 8 ثواني، ثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لحمد محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري على فوز إسعاف في المركز الثاني. المركز الثالث الذيب، 13 دقيقة 8 ثواني، ثمانية أجزاء من الثانية، تهاني والناموس لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد العبد الملك على فوز الذيب في المركز الثالث. تهاني والناموس لجميع الفائزين.